عايز اقول لحضراتكم بعض اخبار الاهلي واخبار كلها مهمه، والنهارده كان راحه بالنسبه للفريق بعد مباراه الامس، ومستر فايلر يعني شاف ان مهم جدا الفريق ياخد راحه بعد الاداء الجيد امبارح والمجهود الكبير اللي اتعمل في مباراه الاتحاد السكندري، فبالتالي راحه لفريق النادي الاهلي النهارده، وبكره ان شاء الله يستأنفوا استعداداتهم لمباراه البلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم السبت القادم ان شاء الله باذن الله. المباراه هتكون على استاد السلام بحضور 10,000 مشجع حتى الان، وان شاء الله هيبقى في محاولات ان العدد ممكن يزيد، هيبقى شيء مهم جدا. استعدادات اكيد هتكون قويه من خلال بعد ما عدل طبعا مستر فايلر البرنامج التدريبي بعد الفوز امبارح على الاتحاد السكندري، وهيبقى في برنامج تدريبي مهم جدا في اطار الاستعدادات، وان شاء الله يكونوا موفقين. برنامج بدني خاص للتخلص من الاجهاد، طبعا احنا عندنا مرحله مليئه بالمباريات خلال الفتره اللي فاتت، ضغط من كل 3-4 ايام ماتش، فاكيد في اجهاد، ازاي هتتعامل مع هذا الاجهاد؟ فاكيد في طريقه معينه وبرنامج بيعده توماس بينكل مخطط احمال الفريق، وبيجهز برنامج بدني خاص للاعبين للتخلص من حاله الاجهاد العضلي اللي اكيد بيشتكي منها جميع العناصر الاساسيه في النادي الاهلي، وده هيبتدي البرنامج ده بدايه من بكره باذن الله تعالى. في نفس الاطار مستر فايلر كالعاده بيدرس فريق بلاتينيوم بالفيديو، وهيبتدي الدراسه من النهارده. الفريق اجازه لكن الراجل بيشتغل في الحقيقه، وهيبتدي دراسه الفريق الزيمبابوي من خلال متابعه بعض المباريات لهذا الفريق وبعض اللقطات اللي بتتمثل في الايجابيات والسلبيات عندهم وكيفيه التعامل مع هذا الفريق ان شاء الله. ومهم قوي 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 ان احنا مش في مباراه القاهره بس نكسب، لا احنا عايزين في مباراه هناك زيمبابوي كمان نكسب عشان ناخد 6 نقط، يبقى وصلنا النقطة رقم 9، تبقى قطعت شوط جيد نحو التأهل الأدوار المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه بعض التصريحات النهاردة، وقال إن احنا بنسعى لتحسين موقفنا من دور المجموعات ببطولة أفريقيا، قال إن كل مباراة ليها ظروفها الخاصة، والأهلي دائما بيحترم المنافسين وبيتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وإن الأهلي هيبدأ بكرة الاستعداد لمباراة زيمبابوي. قال إن أنا واثق جدا في لعبه النادي الاهلي ان هم ازاي بيقدروا يفصلوا ما بين التحدي المحلي والتحدي الافريقي، او مباراه محليه ومباراه افريقيه، من خلال انتهاء خلاص الملف المحلي مؤقتا من خلال بطوله الدوري ومباراه الاتحاد، والتفرغ وكل التركيز الان على مباراه بلاتينيوم باذن الله تعالى.